اسم حضرتك؟ احمد ابراهيم محمد. موظف بالمطابع الامريه. بقالي 21 سنه. ال 21 سنه معاناه مع الفساد ومع الفاسدين، واخد بال حضرتك؟ انا كل اللي انا بقوله ان انا بتكلم في حق الدوله وحق العمال الغلابه اللي هو حقهم بيروح برشاوي وبيروح بمجاملات، واخد بال حضرتك؟ هو القصه انا مش عارفها، بس ايه هي القصه؟ القصه حضرتك دلوقتي ان انا كنت رئيس قسم في المطابع الامريه. ولما دخلت رئيس قسم فلقيت فساد، فانا ما ينفعش ان انا اتعامل معاهم في الفساد ده. المديرين عايزين فلوس، والرؤساء القطاعات عايزين فلوس، وكلام من الفلوس دي بتتاخد من عرق الناس، واحنا عندنا هيئه انتاجيه، يعني المنتج لازم ياخد اللي انتجه. ما ينفعش ان انا اخد من عرقه جنيه. ليه وليه بقى ان انا اتعاملت كده؟ فابتدوا بقى ان هم يحاربوني، وابتدوا ان هم يضغطوا عليا، لان انا مريض صرع اصلا، وعلاجي بيتعدى ال 1200 جنيه شهريا، واخد بال حضرتك؟ غير ان انا عندي قرحه في المعده، وكل دي امراض داخل العمل، انا داخل سليم، الامراض دي وصلت بيها داخل العمل، وعندي ثلاث اولاد، خربوا بيتي، بيعوني شقتي، بيعوني عفشي، بيعوني، لان منعوا عني المرتب، وصلت ان انا معايا اوراق بتقول ان انا بقبض، بتثبت ان انا بقبض في الشهر 44 جنيه من 1200 جنيه شهريا او 900 جنيه او 950 جنيه، نزلوا مرتبي ل 44 جنيه و33 جنيه، واخد بال حضرتك؟ اتخرب بيتي. كل ده عشان ايه بقى؟ كل ده عشان اتكلمت في الفساد اللي هم بالنسبه لمديرين العموم ورؤساء القطاعات عايزين ياخدوا فلوس من عرق الناس، حاجه اسمها اضافي، شغل بيتعمل، واحنا ورش انتاجيه، يعني انا انتجت ب 10 جنيه اخد ال 10 جنيه، لا هو انا انتجت ب 10 جنيه عايز ياخد هو 2 من عرقي ويديني 8، او ياخد 3 ويديني 7. انا كنت رئيس قسم وانا اللي مسؤول عن كده، فانا ما ينفعش ان انا اديله من عرق الناس، واخد بال حضرتك؟ مين الاسماء القائمه على المدير عام التخطيط المهندس عطا عاصم، السيد رئيس قطاع الانتاج المهندس سعد حمدان، السيد رئيس مجلس الاداره، واخد بال حضرتك؟ المهندس زهير محمد حسب النبي، اللي على علاقه بسوزان مبارك، لانه اهداها متحف بالكامل يخص محمد علي. زهير محمد حسب النبي. اللي على علاقه بسوزان مبارك، لانه اهداها متحف بالكامل يخص محمد علي، متحف بالكامل بمقتنياته بكل حاجه، اهداها لمكتبه اسكندريه، مكتبه اسكندريه مش موجود فيها كل المقتنيات اللي كانت في المتحف. والكلام ده المفروض يبقى متسجل في دفاتر. واخد بال حضرتك؟ فانا لما اتكلمت في الحاجات دي اتعرضت لامن الدوله انا واولادي، واخد بال حضرتك؟ النهارده اولادي بيعانوا من امراض. ايه تعرضت لامن الدوله ده؟ امتى وفي ايه؟ رحت اعتصمت عند بيت رئيس الجمهوريه السابق محمد حسني مبارك في مصر الجديده. تاريخ 18 بتاريخ 14/8 2010. واخد بال حضرتك؟ فوجئت ان خدوني انا وولادي ودخلونا على امن الدوله في مصر الجديده، الولاد قعدوا 3 ايام في الحجز، تمام؟ برغم ان الولاد بقى يصرخوا ويعيطوا وعايزين نخرج وما رضيوش يخرجوهم. دي طفله وفي طفل اصغر منها، يعني في طفل اصغر من فاطمه ابراهيم عنده 6 سنين دخل حجز، طفله تاني اكبر منها بسنه دخلت حجز، والحجز كله حوالي 4 بلاطات، والعيال صرخوا وعايزين نخرج ما رضيوش يخرجوهم، قعدوهم 3 ايام لحد ما المحامي خدهم، وبعد كده قعدونا انا 11 يوم كل يوم اطلع امن الدوله الساعه 10 بالليل، انزل الساعه 2 بعد ما اتعذب واتكهرب. عشان عملت ايه؟ اتكلمت في سرقه وفساد، هو ده اللي انا عملته. ودلوقتي ولا عندي سرير انام عليه انا وعيالي، ولا عندي مكان اقعد فيه، احنا قاعدين في الشارع واخدين اوضه ب 140 جنيه ب 140 جنيه و20 جنيه طرنش، مش عارف ادفع ايجارها وهمشي منها. في حته اسمها البراجيل، واخد بال حضرتك؟ لان الثلاث اولاد عندي بيعانوا من امراض، وزوجتي بتعاني من امراض، وانا مريض. وانت مرتبك واقف دلوقتي؟ مرتبي نزلوني يوميه باخد 300 جنيه و7 في الشهر. ولما كنت واخد شقه من عن طريق البنك وانا شغال موظف، بعت الشقه والفلوس بقت تتحول للبنك وما باخدش منها جنيه، يعني انا ولا باخد علاج ولا باخد فلوس. دلوقتي خد بال حضرتك؟ طب دول ياكلوا منين ويشربوا منين؟ انا عايز اوصل صوتي لاي مسؤول، يعني هو عصام شرف، هنرجع تاني لعهد حسني مبارك اللي هو يتجاهل الناس اللي هي اساس، الناس دي الفقراء دول هم اساس الثورات واساس الثوره في البلد. انت دلوقتي شكوتك ضد مين؟ شكوتي ضد رئيس مجلس اداره المطابع الامريه اسمه زهير محمد حسب النبي، وضد المهندس سعد حمدان رئيس قطاع الانتاج، والمهندس عطا عاصم مدير عام التخطيط، هم دول رؤسائي اللي حاربوني.
واخبرك، وانا معايا المستندات الداله على كلامي، وانا على اتم ساتحمل مسؤوليه اي كلمه بقولها بالمستند. المستندات بتدل على ايه؟ المستندات بتدل على انه دفع لرشيد محمد رشيد وزير التجاره والصناعه 29 مليون جنيه عشان يجدد له بعد ما طلع من على المعاش، واخبرك حضرتك، واحنا هيئه اقتصاديه مستقله بقرار وزاري، واخبرك حضرتك، بيقول ان احنا هيئه اقتصاديه مستقله لا يجوز ان ادي اي وزاره جنيه، احنا اكتفاء ذاتي، مكسب لينا خساره علينا. ايه عملكم بالظبط؟ طبيعه العمل طب ورش انتاجيه، وبنتعامل مع جميع الجهات السياديه في البلد، امن الدوله، رئاسه الجمهوريه، مجلس الوزراء، كل الجهات السياديه. عشان كده انا رحت اتصمت عند بيت رئيس الجمهوريه، لان كل الناس دي كانوا بيحاربوني بحكم التعامل معاهم. لحد النهارده اسم امبابه ونيابه امبابه بيروح لها ورق ببلاش، واخد بال حضرتك، مجاملات، عشان لما يحبوا يعني ينكلوا بواحد زي يقولوا لهم سمعا وطاعه، واخد بال حضرتك، انا مهدد حضرتك دلوقتي. امبارح قفلوا لي وقالوا لي روح شوف لك اي مكان اشتغل فيه، ولا ليك عندنا علاج ولا ليك عندنا شغل، واخد بال حضرتك. طب ذنب الاطفال دي ايه؟ قدمت بلاغات للنائب العام، قدمت ده البلاغ ال 15 للنائب العام، كله كان بيتحفظ عن طريق رئيس نيابه اسم امبابه خالد بيل اتربي، واخد بال حضرتك، اللي قال لي لو وقفت على دماغك انا مش هجيب واحد من دول احقق معاه. ليه؟ هم انبياء، هم ملائكه، ده احنا كلنا بني ادمين ومعرضين ان احنا نغلط، وفيها ايه لما اتحقق معاهم؟ ولو طلعوا هم ناس نضاف، انا يرجع عليا زي ما هو عايز، واخد بال حضرتك. شكرا، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يعزك. تعب لي يا بطل.